مفاجآت غرفة الأحلام ما توقف عند حد، وحبينا نسوي مفاجأة حق وفاء، وهي أمنية من أمنياتها. ايش رأيكم تشوفون شنو أمنية وفاء واحنا سوينا لها؟ من الشغلات اللي شدتني في الحلقات اللي طافت دخلت فنان نبيل شعيل على المتسابقة اللي كانت وياكم، هذه شغلات وايد شدتني وعجبتني. من الموضوع اللي حبيت اني لما اشارك وياكم ان تجيبوا لي فنانة احبها، وهي فنانة نوال الكويتية، احبها وايد واتمنى اني اقابلها واقعد وياها، فهذا اتمنى انه يصير وانكم تحققوا لي اياه. هذا شغلات اللي صدق وايد شدتني، ومفاجآتكم حق الغرفة اللي تسوونها، هذه وايد شغلات شدتني. تحكي واسمع كنت احلم بيها، وانت تحكي واسمع. في هذه الفترة كانت عطلة وفاء، وكانت وفاء تبي تسافر، فقررت